يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. تعالوا بقى نتعرف على رياضه السومو اليابانيه اللي تعتبر تقليد او تراث بيجمع كل اليابانيين على احترامه وكمان على المحافظه عليه. هي بالنسبه لهم مش مجرد رياضه بيمارسوها بقدر ما هي واحده من الطقوس المقدسه بالمعنى الحرفي عندهم. السومو موجوده في مصر وليها لعيبه وليها مشجعين ومنهم كمان لاعبين احترفوا في الخارج. عن لعبه السومو معانا الاستاذ احمد خليفه وهو المدير الفني لمنتخب مصر للسومو. صباح الفل عليك يا فندم ومنور الدنيا. اهلا كابتن احمد. اهلا بحضرتك. انا هبدا بصراحه من الكليب اللي شفناه، يعني واحنا بنتفرج على الكليب انا بقول لكابتن احمد وحضرتك فين، لان انا مش عارفه الاقيه. فحضرتك وضحت لنا ان حضرتك كنت يعني بديني شويه فبس انا عايزه ابدا من هنا، لان الرياضه دي دايما احنا اللي نعرفه عنها ان لازم الوزن يكون كبير جدا. تمام. فهل ده صحي ام لا؟ يعني محتاجين نفهم اكتر. بصي خلينا نبتدي كده. الاول بشكركم ان انا معاكم النهارده في قناه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا النادي الشعبي بتاعنا، النادي الكبير اللي دايما سباق في كل حاجه، بيسلطوا الضوء على الالعاب اللي بنقول عليها العاب شهيده. رياضه السومو موجوده في مصر من زمان، من اول ما ابتدينا بطوله عالم للسومو سنه 91 مع انطلاق اول بطوله عالم للسومو للهواه في اليابان. دايما المصريين بنلعب بطولات العالم، دايما بنحقق ميداليات. توليت مسؤوليه المنتخب القومي من سنه 2005، كل سنه بنشترك في بطوله العالم. ربنا بيكرمنا الحمد لله بنحقق ميداليات فيها على مستوى العالم. احنا من اقوى 5 دول في العالم، القوى العظمى في السومو هي مصر واليابان ومنغوليا واوكرانيا وروسيا. طيب احنا الانطباعات اللي عندنا ان لاعيبي السومو لا لازم يبقى وزنه كبير. احنا عندنا نوعين من السومو، في هواه وفي محترفين. الهواه اللي هم بتابع الاتحاد الدولي، دي في كذا وزن كاتيجوري، في 85 كيلو ده بس هو الوزن القليل بتاعنا كبير. يعني مش زي ده اقل وزن، هو ده اقل وزن عندنا 85. في وزن 100 كيلو 115 زائد 115. اللي احنا بقى بنتفرج عليه في التلفزيون وفي الحاجات دي بتبقى مسابقات المحترفين، دي بتبقى اوبن ويت، الاوزان اللي هي الايه بيبقى وزن واحد بس، اي حد يقدر يلعب مع اي حد. وفي بنات كمان بتلعب سومو؟ لا. في بنات بتلعب سومو. هو ما تقولش. لا ما تقولش. في بنات بتلعب سومو بس احنا في مصر لسه ما عندناش بنات يعني. لا احنا ما عندناش في مصر. انا فكرت اللي حضرتك بتقوله ده على فكره بيلقي الضوء بشكل غير مش مباشر، والله بشكل مباشر كمان، على ان في تقصير من الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي في حق هذه الرياضه. لما نعرف ان الرياضه دي موجوده في مصر بقى لها حوالي 20 سنه واصلين للمراحل المتقدمه. صح. دي ومن اقوى 5، يعني في مش واخده حقها. خلينا نتفق على حاجه، احنا الرياضه بتاعتنا بتتمارس من خلال الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو. الاتحاد بيدير 3 العاب من ضمنهم السومو كرياضه يابانيه بيديرها الاتحاد. احنا البادجت بتاعنا بيبقى من وزاره الشباب والرياضه. في دعم كويس جدا من الوزاره، من الدكتور اشرف صبحي، بصفه مستمره ان احنا نسافر نلعب معسكرات البطولات الدوليه الكلام ده كله. احنا بس في المرحله دي انا بفكر في كفكره بره الصندوق شويه، ان احنا بندور على سبونسر نبتدي نشتغل على نفسنا شويه عشان نطلع بره الدعم الحكومي، موضوع يكبر شويه. ومركزين عاملين خطه في الاتحاد بالتعاون مع الباشمهندس مطيع فخر الدين، هو رئيس الاتحاد المصري والنائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، ان احنا نعمل انتشار للعبه قوي جدا في مصر. احنا في المصريين عندهم الخامه بتاعتنا كجسم وككتله عضليه، لا احنا اقوياء قوي في اللعبه دي. عايز اقول لحضرتك ان انا بجيب اللعيب من اول ما بيبتدي يلعب قبل المنتخب، يعني انا بتحرك في وسط المحافظات انقي الاجسام اللي انا محتاجها، بسافر بروح سوهاج بروح دمياط بسافر كتير جدا وابتدي اجيب الجسم اللي هيلعب اصلا سومو. يعني انا ما بشتغلش مدرب منتخب ان انا اخد لعيب من نادي اوريدي، بدور على الخيام الاول واوجهها خش يشترك يلعب سومو في نادي. عندنا انديه فيها سومو، عندنا 10 محافظات فيها رياضه السومو، واخدين اكسبشن من الاتحاد الدولي عشان اللبس بتاع السومو مش بيناسب الناس، واحنا كمسلمين بيبقى في مشكله في اللبس بتاع السومو الحزام بتاع السومو، فواخدين اكسبشن ان احنا بنلبس استريتش اسود تحت الزي بتاع السومو. لعبه فيها سسبنس جامد قوي يا استاذ كريم، ان هي اللعبه ما فيهاش خساره، يعني فيها يا مكسب يا خساره، ما فيهاش سكور ما فيهاش بوينت. يعني عشان نعمل حاجه كده سيمبل بسيطه، احنا بنلعب سومو في دايره قطرها 4.55 متر. الاثنين بيبتدوا من وضع متكافئ، الحكم بيقول ابتدي الماتش. المكسب والخساره فيها من جيم واحد.
انا لو لو خرجت بره الدايره او اي حاجه غير قدم رجلي لمست الارض اللي جوه الدايره. فتخيل حضرتك ان ماتش السومو ممكن ياخد 5 ثواني 10 ثواني، فما فيهاش اخطاء، ما فيهاش تعويض، يعني هي لعبه سسبنس قوي اللي بيتفرج. يعني عايز اقول لك اللعبه دي بوبولار قوي بره. لما بنلعب بطوله العالم مثلا في اليابان او في منغوليا او في اي دوله بتستضيف بطوله العالم، تقريبا المدرجات فول مليانه، الموضوع سهل جدا، ان البطوله ما بتاخدش وقت طويل. يعني بطوله العالم كلها بنشتغلها في حوالي 6 ساعات، تخيل ان العالم كله يلعب بطوله في 6 ساعات. المكسب بتاعه صعب جدا، صعب جدا ان بطل يحافظ على نتيجته اكتر من سنه، من سيزون. دايما الابطال بتتغير بصفه مستمره. عندنا في مصر هنا قوام منتخب قومي قوي جدا، يعني عندنا لعيب اسمه عبد الرحمن الصيفي فاز 85، ده بقى له 3 سنين تقريبا بيجيب بطوله العالم في السوم. طب عايزه اسال حضرتك، يعني احنا اللعب بيكون حسب الاوزان، يعني اللي هو تحت الوزن او احنا بنلعب 4 اوزان، تحت 85، تحت 100 كيلو، تحت 115، فوق 115. طيب احنا هنرجع للتفاصيل اكتر، بس يمكن معانا مداخله مع المهندس مطيع فخر الدين، وهو رئيس الاتحادين المصري والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضه السومو. صباح الخير يا فندم، متشرفين بوجود حضرتك معانا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الله يبارك. الرياضه دي يعني انا شخصيا بكلم حضرتك على المستوى الشخصي، اتفاجئت ان هي موجوده في مصر بقى لها حوالي 20 سنه. يعني كنت لسه بتكلم من شويه في النقطه دي، ففي تقصير اعلامي صحفي، يعني الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي مقصرين نسبيا في حق الرياضه دي. والله مش احنا يا فندم، مش الرياضه دي الوحيده، في رياضات كثيره برضو. الو؟ ايوه. يا فندم. طيب استعدادات اللاعبين المصريين للمشاركه في المحافل والبطولات الدوليه، وخصوصا ان احنا هو يعني بلد المنشا نفسها اللي هي اليابان، عرفنا يعني من شويه ان احنا مع يعني بننافس معاهم ومستوانا متقدم جدا على الصعيد العالمي في الرياضه دي، فايه اللي ناقصنا ان احنا نتفرد بقى بالصداره؟ الدعم. بمعنى دعم؟ دعم محتاجين. احنا عندنا اولاد في محافظات يعني محتاجين ان احنا نركز عليها، في الصعيد هنا سوهاج بطبيعه النشأة بتاعت الاولاد هناك ممتازه جدا لممارسه الرياضه دي. طب حلو، هل في اي مجهودات في مجهودات يا فندم؟ الوزاره مش مقصره معانا، بس يعني محتاجه مزيد من الدعم من رعاه و يعني شركات ترعى الاولاد دول. ما هو ده سؤالي اللي كنت بحاول اسال حضرتك عليه، فكره ان الرياضه دي إن نخليها اكثر جذبا للمشاهدين وللممارسين وبطبيعه الحال للرعاه، هل في اي مجهودات بتتعمل في هذا الاطار؟ بنعمل يا فندم، احنا يعني برضو مش مقصرين، بس محتاجه مزيد من الدعم، محتاجه مزيد من الاضواء من وسائل الاعلام على الرياضه دي. وخصوصا ان احنا بنحقق فيها مراكز ممتازه، يعني ده احنا بننافس دول قديمه جدا في ممارسه الرياضه دي. بما فيها دوله المنشا شخصيا، ودي حاجه بما فيها اللي انشاتها. طبعا طبعا. ايوه. بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، وبتمنى لك نهار جميل باذن الله، شكرا لحضرتك. انا عندي تعليق على النقطه دي تحديدا، وهي فكره ان دايما بيبقى في اي حد مش اي حد، معظم اللي بنستضيفهم معانا سواء من ابطال او مدربين بيقول لك انا دايما عايز دعم، خصوصا في الالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه يمكن مش واخده حيز كبير من الدعم على سبيل هنا سبونسرشيب، مش بتكلم على الدعم من الوزاره. فدي يمكن ثقافه شويه في الوطن العربي، بتكلم ثقافه عندنا احنا الدعم بيكون اكتر للفرق. طيب دي نقطه طبعا هتكلم حضرتك فيها، بس النقطه الثانيه برضو اللي تهمني، هل ما فيش يعني طريقه اخرى غير فكره السبونسرشيب اقدر انا من خلالها ادعم الرياضه بتاعتي؟ خلينا بص يا استاذ، انا عاوز اتفق على حاجه. احنا دلوقتي في دوله جديده، مصر جديده، بفكر جديد. الفكر الجديد ده احنا بنستقيه من اللي بيدير. احنا خلينا نتفق ان احنا عندنا وزير الدكتور اشرف صبحي دلوقتي الاتجاه استثمار رياضي وفكر بره الصندوق. انا مش هعتمد على دعم الدوله. دعم الدوله لو احنا هنلعب كل سنه بطوله عالم والدوله هتتكفل بيها، مش هو ده الموضوع. انا الموضوع لازم يبقى اكبر من كده، اسهل من كده، ان احنا ندور على رعاه
سبونسر. احنا طبعا احنا لعبتنا لعبه يابانيه، فبنشوف اي حد عنده شركه يابانيه منتجات يابانيه نبتدي نشتغل عليه في القصه دي. انا اتحركت الفتره اللي فاتت ان احنا كان عندنا احد اللاعبين بتوع المنتخب القومي، هو موظف في الهيئه القوميه للبريد، اتكلمنا مع الهيئه وابتدت بقت سبونسر وراعي ليه، فابتدينا ان احنا نشيل من على حمل المنتخب اللي هو كل قوامه خمس لعيبه، خدنا واحد منهم بقى الهيئه القوميه للبريد اللي هي احد الهيئات الحكوميه المصريه بتتكفل بيه، وفي اطار ان احنا بنتكلم مع الهيئه ان هي ممكن ترعى المنتخب كله، بحيث ان احنا نبتدي يعني ايه نساعد مع البلد شويه في حاجه زي كده. طيب خلينا نتفق ان الموضوع مكلف. لا مش مكلف خالص، انت عشان تبقى نمره واحد في السوم وعلى مستوى العالم انت محتاج رقم قليل جدا، رقم في السنه، الرقم ده لو راعي هيقدر يكفل بيه وهي يكفل لك ان انت تبقى نمره واحد على مستوى العالم. طيب الحلول الثانيه البديله، الدوله ما فيش تقصير، في على قد الامكانيات على قد اللي بيحصل، اللعيبه ذات نفسها واحنا بنحاول نحط الثقافه دي فيها، انت ابتدي تعب مع نفسك وتعالى على نفسك شويه واشتغل معنا في الاتجاه ده. انت المفروض النهارده انت تسوق لنفسك، تقدر تجيب اعلانات، تقدر تعمل اي حاجه ثانيه. على فكره لعبه السومو بالنسبه يعني للدعايه ممكن يتعمل حاجات يعني اعلانات لمواد غذائيه، اي حاجات كتيره جدا، افكار كتيره جدا في موضوع السومو تحديدا يعني. ممكن كمان مجال التمثيل يعني فعلا. ممكن يتم الاستعانه ببعض الابطال وفي نفس الوقت بيبقى بيزنس يعني، اعتقد دي برضه فكره. انتم مضطرين تعملوا المجهودات دي كلها برغم ان احنا بنتكلم على رياضيين مصريين محققين انجازات عالميه فيها، فهل هل هل مثلا ان الرياضه دي مش جذابه بما يكفي للرعاه؟ لا، هو خلينا نتفق ان الرياضات عندنا بتتقسم نصين، رياضات اولمبيه ورياضات غير اولمبيه. الرياضات الاولمبيه اللي بتتلعب في الاولمبياد في الاولمبيكس، في الرياضات الغير اولمبيه بيتعمل لنا ايفنت زي الاولمبياد اسمه الورلد جيمز. تخيل حضرتك ان الورلد جيمز الاخراني كان سنه 2017 احنا بنلعب فيه المصريين، كنا متاهلين بخمس لعيبه لاعبين فاينالين مع روسيا وجبنا ميداليتين فضه في الورلد جيمز. الورلد جيمز دي دوره للالعاب الغير اولمبيه بيشترك فيها 140 دوله زي الدوره الاولمبيه بالظبط. طيب احنا يعني خلينا نتفق ان الوزاره فكرنا معاهم، اتكلمنا معاهم، كان عندنا اجتماع قريب مع الباشمهندس مطيع والدكتور اشرف، اتكلمنا في افكار ان احنا هندور على رعاه ازاي، اتكلمنا في انتشار اللعبه وازاي ان اللعبه تبتدي تنتشر اكتر. عشان هيك الكومنت اللي انت قلته لي في الاول احنا مش عارفين ان في سومو، احنا مش عارفين، ما هو ده تقصير مننا برضه، فاحنا بنحاول نعمل انتشار للعبه في المحافظات. انا كان في فكر ان احنا ندخلها في الاتحاد الرياضي للجامعات، ان تبتدي الولاد اللي في مرحله الجامعه من سن 17 سنه ل 21 سنه يبتدوا يمارسوا رياضه السومو دي. الموضوع سهل بالنسبه لهم مش صعب، ومبني على القوه العضليه اللي هي الولاد في المرحله دي بتبقى عندهم الموضوع ده. خلينا نتفق ان يعني طول ما احنا بنشتغل بنيجي بمجهودكم مثلا معانا، ان انتوا النهارده زي كقناة المفروض ان الموضوع بعيد شويه، لا انت جاي بتستضيف سومو بتعرف الناس اللي لا هو مش بعيد ولا حاجه، ده احنا بالعكس، ده احنا بنتكلم على كل الرياضات مش بس كره القدم، ده دورنا يعني. لا انا بس يمكن تكون فعلا شانل ان حد يجي يبقى وشنا حلو على حظ الله يا رب. لطيف جدا كمان فكره ان في ناس كتير اللي هم من اصحاب الوزن الثقيل بيبقوا متخيلين او بالعكس متاكدين ان هم لا يصلحوا لممارسه اي رياضه، فدي حاجة نقطة مهمة جدا في الرياضة دي بالتحديد، انها ممكن تفتح باب امل لناس كانت معتقدة خطأ ان هم خلاص مش وارد بالنسبة لهم ان هم يمارسوا اي رياضة بشكل عام. ما انا عايز اقول لحضرتك ان الوزن تقيل ما عندوش اختيارات يعني، هو يعني في العاب بتبقى ليها ليميت للوزن، فالوزن تقيل قوي ده لا انا ممكن بوجهه وبوجه طاقته وبطلعه من الجو النفسي اللي هو انا راجل ليزي ما بعرفش اتحرك ما بعملش اي مجهود، لا انا هوجهك وهلاعبك رياضه وهتلاقي نفسك فيها وهتبقى بطل فيها وترفع علم بلدك فيها. عايز اقول لك ان هي اثرت كتير قوي في ناس كتير. عندي مثلا ابراهيم عبد اللطيف ده من الشرقيه، عنده 23 سنه وزنه حوالي 240 كيلو، ففي الطبيعي لو هو ما بيلعبش رياضه وهو مش بطل سومو لا هيبقى حاجه ثانيه. مش هيبقى اجتماعي، هينطوي الكلام ده كله. طيب احنا فكرنا ان احنا في تعاون بيننا وبين السفاره اليابانيه، طيب باشمهندس مطيع، ان احنا نعمل هي اللعبه اصلا في الاساس يابانيه، ان احنا نعمل مراكز تدريب ليها في مصر هنا. عندنا على الصعيد الافريقي احنا ماسكين، باشمهندس مطيع ماسك رئيس الاتحاد الافريقي وانا ماسك مدير فني للاتحاد الافريقي، فبنعمل انتشار للعبه في افريقيا. الانتشار ده بنعمله بقى لنا سنتين تقريبا
وصلنا ان احنا السنه اللي فاتت عملنا بطوله افريقيا لاول مره في التاريخ ان تتلعب بطوله افريقيا في السومو، فيها 7 دول ومصر جابت فيها اول، عملناها في المغرب، كان فيها انغولا والكاميرون وبلاد افريقيه كتير قوي وتونس. بنتحرك، ده اللي دور مصر الريادي في اي مجال احنا بنوصل له. يعني احنا عندنا البورد بتاع الاتحاد الدولي، في حد من مصر باشمهندس مطيع، لازم نشتغل على نفسنا، ولازم احنا كمصريين يبقى لينا بصمه مع الدول الافريقيه ونساعدها في كده. انا باجي على نفسي وبروح دول افريقيه فور فري، الكلام ده تطوع مني عشان اعمل انتشار للعبه. انتشار اللعبه ده ادى ان احنا بقى عندنا بطوله افريقيه احنا كسبناها، في موازير راحت مننا، ابتدوا هم يبقوا كويسين في السومو برضو على فكره، لان هم خامات كويسه جدا في افريقيا برضو. طب كابتن محمد، يعني كابتن احمد عفوا، انا عايزه بس اروح مع حضرتك لنقطه مهمه. لما احنا بنتكلم عن الوزن الثقيل وان دي فرصه للرياضه وكل حاجه، ان هو الشخص ده يمارس رياضه، بس يعني معلش ممكن حد يجي يقول لك الوزن الثقيل ده اصلا بيبقى عنده مشاكل صحيه، عنده مشكله في النفس، ازاي انا بحول شخص وزنه زياده عن الطبيعي لشخص رياضي وكمان بيكسب بطوله؟ لان لا الموضوع هو موضوع صعب جدا عشان حضرتك تبقى عارفه. اولا التمرين السومو تدريب فيه اجهاد رهيب جدا، لعيب السومو بيتمرن في اليوم حوالي 6-7 ساعات تدريب. فعشان تتمرني يوم الواحد وزنه كبير قوي كده، احنا بنبتدي باحمال تدريبيه بسيطه جدا. الموضوع بتاعنا تدريبنا ما فيهوش نواحي سرعات او جري او حاجات كده اللي هي اللي بتعوق الراجل التقيل. احنا تدريبنا معظمه بدني على حمل قوه. يعني احنا تدريب السومو تقريبا 70% منه قوه، ما هي السرعات او كده. فاحنا بنشتغل على القوه على التحمل. هو ما بيتحركوش بس هو فيها حرق، يعني فيها افورت، يعني فيها مجهود، وفيها مجهود وفيها باور جامد. مش فكره ان هو مش بيجري او حاجه ما فيهاش مجهود. خلينا نتفق، خلينا نتفق هو مش موضوع جري بس، هو موضوع فيتنس. انت بتدي له نوع معين من انواع التدريبات. ما هي دي بقى عايز اقول لك ان بتبقى البيزك في الموضوع ده كله ان احنا بنعمل تشيك اب طبي على اساس ان احنا نتاكد ان الولد اللي معانا ده هو اوريدي كويس. يعني هي مشاكله مش مشاكل البدانه بتاعت غده او مشاكل صحيه عشان ما يقعش مني لمستوى معين. يعني طب هي ليه اللعبة دي بس، أنا عارفة الوقت بيجري بس اسمح لي، هي ليه اللعبة دي معتمدة على الوزن يعني التقيل بغض النظر عن الأوزان المختلفة؟ تمام. بس ليه عادة بمرتبطة بالوزن التقيل؟ ليه ما يكونش اللعبة دي مع وزن صحي مثلا؟ تمام. هو البوبولار في السومو المحترفين إن احنا بنتفرج عليهم الأوزان الكبيرة قوي دي. لكن خلينا نتكلم إن الأصل في السومو إن الراجل الخفيف اللي وزنه قليل يعرف يكسب الكبير قوي ده. فعايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا المتعة في السومو لما بنلعب في بطولة العالم الوزن المفتوح، الوزن المفتوح ده أي حد ينفع يلعب مع أي حد. فتخيل حضرتك إن البطل الوزن المفتوح ده ما بيطلعش الراجل التقيل، ممكن تلاقي واحد 85 كيلو قدر يكسب التقيل، لأنه الموضوع مش وزن بس. يعني هو مش موضوع ان انا يعني في تكنيكس وفي يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ماتش في بطوله عالم انا مش هنساه، كان سنه 2008 في استونيا، كان عندنا البطل بتاعنا رامي عبد العاطي بيلعب مع بطل اليابان. راجل قده مرتين ثلاثه تقريبا، يعني ده بتبقى 80 كيلو والتاني بتحوالي 160 او 170 كيلو. وبمنتهى البساطه الراجل جاي بيخش كده في الستارت، راحت هو بس راح بجسمه كده شويه وفضله مكان وراح مخرجه بره الدايره. عايز اقول لحضرتك ان اليوم ده كان يوم تاريخي في السومو المصري. قدرنا نكسب بطل اليابان، الراجل اتقل منك بكتير. الكلام ده اتكرر مره واثنين وثلاثه. احنا في مصر عندنا معدلات البدانه عاليه، فبالتالي عندنا ان احنا نوصل في اللعبه دي سهل الحمد لله رب العالمين. عندنا منتخب قوي وعاملين تخطيط لنفسنا كويس، عندنا في المنتخب كذا لعيب في كل وزن. عموما احنا بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه كل النواقص تكتمل، وكل الرعاه يبقوا بيتسابقوا على تدعيم هذه الرياضه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا. اشكرك استاذ احمد، شكرا لحضرتك. طيب احنا